ذا كاليستو بروتوكول، تجربة الرعب الفضائية اللي بسبب عروضها الأخيرة المثيرة والمرعبة حصلت على اهتمام كبير من اللاعبين وصارت واحدة من أكثر الألعاب المنتظرة في 2022، بالرغم من كونها أول لعبة لاستوديو سترايكينج ديستنس جديد التأسيس. الاستوديو الأمريكي اللي تأسس في 2019 من قبل المخضرم في الصناعة جلين سكوفيلد اللي كان مسؤول عن تقديم ديد سبيس الأصلية، واللي أيضا كان أحد مؤسسين استوديو سليج هامر المعروف وصاحب خبرة طويلة تتجاوز 30 سنة في صناعة الألعاب. وعلى حسب وصفه فطموح انهم يقدموا اكثر تجربة مخيفة ومرعبة وانهم يرفعوا المعيار لألعاب الرعب والبقاء. وفي هذا الفيديو راح استعرض لكم كل الكلام المهم عن ذا كاليستو بروتوكول، من القصة والاحداث لطريقة اللعب واهم العناصر اللي يطمح الاستوديو لتقديمها في التجربة المرعبة والدموية اللي واضح انها ليست لضعاف القلوب. الزمان سنة 2320، المكان أكثر من 600 مليون كيلو متر عن كوكب الأرض، وتحديدا على كاليستو ثاني أكبر قمر للكوكب الغازي العملاق المشتري وثالث أكبر قمر في النظام الشمسي. في هذا المستقبل البعيد، الترحال في الفضاء واستكشاف الكواكب والأقمار وبناء المستعمرات صارت جزء أساسي من تطور البشرية. وعلى كاليستو أحد الأقمار 79 التابعة لكوكب المشتري، واللي يعتبر من أكثر الأماكن عزلة وعدوانية في الكون، تم بناء السجن المشدد الحماية بلاك ايرون او الحديد الاسود من قبل شركة المشتري المتحدة. والظاهر انه هذا السجن المعزول يخبئ الكثير من الاسرار الغامضة، لانه بناء سجن على قمر ميت يبعد ملايين الكيلومترات عن كوكب الارض، فبالتأكيد وراء اسباب اخرى غير سجن المجرمين، الشيء اللي راح يكون واضح جدا لجايكوب لي احد المساجين اللي تم نفيهم لكاليستو والشخصية الرئيسية في التجربة، واللي راح يكون من تمثيل جوش دوهاميل احد الممثلين المعروفين من الافلام والمسلسلات. لانه فجأة وبدون سابق انذار يبدأ المساجين بالتحول لوحوش مسعورة معروفة باسم البايوفيج، وبشكل سريع تتحول المنشأة لسجن من الرعب والكوابيس مع انتشار هذا التحول الغامض بين المساجين. التحول اللي راح يكون على درجات مختلفة مع تنوع الحالات بين الوحوش، والحل الوحيد امام جايكوب للنجاة هي مواجهة مخاوفه ووحوش البايوفيج، ولمواجهة الاضعف منهم مفترض انها تكون مواجهة حياة او موت، وراح يكون سبب مستمر في الرعب سواء في قتالهم او في كيفية تسللهم ووصولهم لجايكوب، اللي ايضا راح يضطر انه يكتشف الاسرار الغامضة وراء شركة المشتري المتحدة وراء السجن المعزول وأسباب تحول المساجين. هذا بالإضافة لمعرفة أسرار القمر الميت كاليستو اللي صار لها مئات السنين سواء على السطح أو في الأعماق. هذه القصة المرعبة والغامضة يطمح الاستوديو انها تكون قمة لتجارب الرعب التفاعلي من خلال الاحداث والمشاهد وتفاصيل العالم والبيئات المختلفة وتصميم الشخصيات والاعداء. لكن يبقى العنصر الاهم اللي يتوعد فيه استوديو سترايكينج ديستنس واللي اشتغلوا عليه السنين حتى اتقنوه، فهو ميكانيكيات اللعبة الخاصة بالتقطيع العنيف والدموي. اسلوب اللعب في ذا كاليستو بروتوكول راح يعتمد على انه يخليك على اصابعك من التوتر والقلق طوال التجربه، وبالرغم من تواجد اسلحه قريبه المدى ومسدسات مختلفه وحتى اسلحه تتحكم بالجاذبيه، الا انه كميه المخاطر والاعداء اللي راح يواجهها جايكوب في كل زاويه وركن، فراح تتطلب ابداع قاتل في التخلص من البايوفيج واستخدام لكل الوسائل الممكنه سواء كانت الاسلحه الموجوده او عناصر البيئه المختلفه او تقطيع الاعداء بشكل يخلي القتال يتحول لمصلحتك. لانه مثلا عدو بدون ارجل راح يضطر يزحف لين يوصل لك. وعلى حسب كبير الاستوديو فنظام التقطيع او الجور سيستم فاشتغلوا عليه الاستوديو لاكثر من سنتين من اجل اتقانه بشكل كامل، بحيث انه يكون عنيف ودموي ومميز ويختلف بشكل كبير بحسب مكان الهجمه ونوع العدو، ويعتبر من العناصر الاساسيه في التجربه، مع التاكيد على تقديم كميات كبيره من الانيميشن الخاص بالتقطيع بشكل يخلي اللاعب ما يمل من التكرار. وطبعا هذا النظام فعال على الاعداء وعلى جايكوب مع امكانيه قتله بالكثير من الطرق العنيفه والمختلفه، وتقريبا هذه الميكانيكيه كافيه انها تخلي ذا كاليستو بروتوكول تجربه غير مناسبه للاشخاص اللي ما يستحملوا مشاهده هذا النوع من المشاهد. وايضا من النقاط المثيره عن الوحوش والقتال اللي شدد عليها الاستوديو هي ان كل مواجهه وباختلاف نوع العدو سواء المتحولين البسيطين او الوحوش الاكثر رعب، فكلها تم تصميمها بحيث تكون عاليه المخاطر وتجبر اللاعب على التكيف وتخليه يحس ان كل مواجهه موضوع حياه او موت. والظاهر انه جايكوب راح يستخدم ايضا بدله فضائيه اثناء استكشاف السجن، وان كان غير معروف ايش المزايا اللي تقدمها في اللعب او القتال. اما بعيدا عن القتالات الدموية والعنيفة، فبالرغم من كون ذا كاليستو بروتوكول تجربة قصة خطية الا انه راح يكون فيها عناصر الاستكشاف مع تواجد طرق بديلة تكافئ اللاعبين اللي ياخذوا وقتهم، ومن المتوقع انه يكون فيها ايضا تواجد للالغاز، وان كان شيء ما شفناه للان او تم الحديث عنه تأكيده رسميا، لكن كتوقع شخصي هذا عنصر متوقع تواجده خصوصا في هذا النوع من العاب الرعب والبقاء.
بالإضافة لكل هذه المعلومات عن قصة The Callisto Protocol وأهم عناصر طريقة اللعب. فمن خلال حوارات لجلين سكوفيلد لبعض المواقع فذكر بعض النقاط المثيرة، مثل أن الاستوديو سعيد بردة الفعل اللي حصلت بعد عروض اللعب، وأن الطموح أنها تتحول لسلسلة في حال تحقيق النجاح سواء من ناحية المبيعات أو التقييمات، خصوصا أنه شدد على أن الاستوديو يشوف ألعاب القصة الخاصة باللاعب الواحد ما زالت جزء مهم وأساسي من صناعة الألعاب. وتكلم عن موضوع أنه في وقت ما على بداية التطوير اقترح عليهم الناشر كرافتون المالك للاستوديو سترايكينج ديستنس انهم يربطوا القصة بعالم لعبة الباتل رويال المشهورة ببجي، العنوان اللي ايضا مملوك من الناشر كرافتون، لكن بسبب انهم فضلوا ما يلخبطوا اللاعبين في موضوع القصة وارتباطها وانهم يتسببوا في سوء فهم عموما، ففضلوا عدم ربطهم في بعض بالرغم من الشهرة الكبيرة لببجي اللي كان ممكن انهم يحاولوا يستغلوها تسويقيا. اما عن ديد سبيس والتشابه مع كاليستو بروتوكول ومنافسه الريميك، فذكر سكوفيلد انه بالرغم من تواجد عناصر تتشابه مع ديد سبيس الا انه الاختلاف الكبير في القصه والبيئه والشخصيات وحتى في اسلوب اللعب راح تكون كافيه انها تخليها تجربه مميزه بحد ذاتها وبعناصر خاصه فيها. وذكر انه ما بيفكر في موضوع منافسه ريميك ديد سبيس اللي راح يتوفر بعد لعبته بشهر تقريبا، وانه يتمنى للمطورين التوفيق في الريميك. عموما الامل انه في 2 ديسمبر 2022 اذا طبعا سلمنا من التاجيلات، ومع توفر كاليستو بروتوكول لأجهزة البلاي ستيشن اكس بوكس الجيلين والبي سي، انها تكون على قد العروض والحماس وتكون بداية لسلسلة رعب جديدة في عالم الالعاب. وطبعا اذا تم الكشف عن معلومات اضافية او عروض مطورة للعب قبل الاصدار فرح يتم تغطيتها على بلاير 1، لانها بصراحة واحدة من اهم العاب 2022 بالنسبة لي، هذا طبعا بالاضافة لتجارب ومراجعة بعد الاصدار. وكالعادة شكرا على المشاهدة.